لا الأكيد، أولا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، أنه نور الدين بدوي هو ثالث رئيس حكومة اليوم يقف أمام القضاء بعد سجن كل من أحمد أويحيى وعبد الملك سلال في فترات سابقة. واليوم نعم. بدوي الذي عاصر أيضا عدد من حكومات عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله، اليوم تبدو أنه المحاسبة مستمرة، لأنه تعهد أيضا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه سيحاسب كل من كان له ضلوع في الفساد والرشوة أو استغلال النفوذ في فترة سابقة، وهذا تعهد أمام الشعب ولا يمكن أن يتراجع عنه بغض النظر عن حيثيات القضية، لأنه اليوم ما زال القضية حتى في القانون الجزائري والقانون الجزائي تحديدا يمنع التعليق عن الأحكام القضائية، القضية ما زالت أمام القضاة وفي المحاكم، لكن يبدو أنه عبد نور الدين بدوي متورط في شيء ما حول استغلال النفوذ في منح عدد من الصفقات، هذا ما يعني تحدثت عنه على الأقل وسائل الإعلام، ويبدو أنه سيزج به في سجن مثل بقية رؤساء الحكومة يعني سلال ويحيى، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء الموجودين اليوم في السجون الجزائرية. طيب، بحسب بعض المصادر الجزائرية فأن البدوي تربطه علاقات سابقة مع عائلة الرئيس السابق لا سيما ناصر بوتفليقة، هل برأيك يمكن أن نرى أشخاص آخرين إلى جانب البدوي في قفص الاتهام وأن تتم محاسبتهم بشكل عادل في القضاء الجزائري؟ لا، هو من المفترض أنه القضية ما زالت مستمرة، وعلاقة نور الدين بدوي بشقيق الرئيس هي علاقة منطقية ومهنية بالدرجة الأولى بغض النظر عن أي خلفيات، لأنه شقيق الرئيس كان أمينا عاما لوزارة التكوين المهني عندما كان نور الدين بدوي وزيرا للتكوين المهني، يعني هناك علاقة مباشرة مهنية يعني منذ فترة، بالإضافة حتى يعني بعد وصول بدوي إلى رئاسة الحكومة كان مازال بوتفليقة رئيسا للجمهورية، وكان شقيقه سعيد مستشارا للرئيس، وكان ناصر بوتفليقة أمينا عاما في وزارة التكوين المهني. تبقى الخلفيات وهل تم استغلال هذه العلاقة الشخصية، هذا سيبت فيها القضاء بعد التحقيقات، لأنه اليوم ما زلنا في استماع إلى أقوال الوزير الأول السابق أو رئيس الحكومة السابق، وهل القضايا المتابعة فيها هل عندما كان رئيسا للحكومة أو وزيرا للتكوين المهني أو وزيرا للداخلية أو عندما كان واليا ورئيسا دائرة في عدد من المحافظات في السابق، لأنه إطار يعني إطار دولة عمل في عدة مناصب وكانت له يعني اليد لمنح صفقات في كل هذه المناصب. تبقى فقط الفترة التي يتابع فيها هل هي كانت يعني أثناء توليه إحدى الولايات أو الوزارات أو الحكومة. طيب باختصار لو سمحت دكتور رضوان، كيف ترى توجه حكومة الجزائر اليوم بمحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين بقضايا فساد وأيضا شبهات وتحوم حولهم الشبهات في ظل مخاوف من تضارب الأمور بين من يؤيدون الحراك في الجزائر ومن يقومون بالحراك وتحوم حولهم أيضا شبهات بالتورط في الحراك؟ لا، الحراك ليس تهمة حتى يتهمون بالتورط في الحراك. الحراك هو حركة اجتماعية سياسية طالبت بالتغيير وتطالب بالتغيير. صحيح أن الحراك تم اختراقه مؤخرا من عدد من التنظيمات، رفعوا شعارات منافية تماما لما رفع في بداية الحراك، لكن لا أعتقد أنه يجب الربط ما بين الحراك وهذا المحاكمات، لأن هذه المحاكمات مرتبطة
الضابطة خاصة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ، لأنهم كانوا مسؤولين في عهد بوتفليقة وفي مراحل جدو حساسة واستنزاف للمال العام. لذلك أعتقد أنه من الصعب ربط كل هذا بالحراك، لكن المحاكمة تبدو مستمرة وليست الحكومة هي التي تدعم هذه المحاكمات أو تتابع هذه الحكومات، لأنها هي في ذاتها وأعضاء الحكومة ليسوا بمنأى عن هذه المحاسبات، لأنه شاهدنا أثناء حكم تبون أنه حتى وزير الموارد المائية تم استدعاؤه والزج به إلى السجن وهو وزير. لذلك أعتقد أنها مسألة قضاء وكذلك عدالة جزائرية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات. ضيفي من الجزائر الدكتور رضوان بوهيد، الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.